قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على لاميه ونتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لاميه. صباح الخير عليك شاذلي وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الامريكي سعر البيع فيه 19.68 والشراء 19.61. اليورو سعر البيع فيه 19.40 والشراء 19.31. جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.17 والشراء 22.8%. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.94 والشراء 19.85. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.76 والشراء 2.75. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.23 والشراء 5.21. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.57 والشراء 63.31. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.36 جنيه والشراء 5.33 جنيه. ومن أسعار العملات لأسعار الذهب النهاردة. النهاردة عيار 18 سعر السوق فيه 926 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق فيه النهاردة 1080 جنيه للجرام، عيار 24 1235 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8640 جنيه. دلوقتي نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي. شكرا ليك يا لمي.